في لقاء مع التلفزيون المصري قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الحوار الوطني يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر. كما ثمن درويش دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في هذا التوقيت. الحوار الوطني ده علامة فارقة في تاريخ مصر، يمكن احنا بنسمي دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني، ويمكن التوقيت ده مجلس أمناء الحوار الوطني بقاله حوالي 12 شهر بيجهز ويعد إلى هذه اللقاءات، فبالتالي احنا بنقدر تماما مفهوم الحوار كمان في هذا التوقيت، خصوصا ان احنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي عبارة عن منصة حوارية بتجمع كل الأحزاب السياسية وشباب السياسيين، فبالتالي قيمة. أنا هقطع الكلام هنا وأهني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مرور 5 سنوات وما قدمته في الحياة السياسية في مصر وما أحدثته من حراك. ده برضو تحدي احنا بننظر ليه بعين المسؤولية، لان مهما احنا نقول ان هذه التجربة ايضا تجربة غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي، يعني قياسا على الحوار الوطني استطعنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان احنا نجمع اطياف العمل السياسي والشعبي والمتخصصين على طاولة حوارية واحدة، فبالتالي من هذا المنطلق نقدر نقول ان قيمة الحوار في حد ذاته هي ان يجتمع كل من يختلف في وجهات النظر عشان يقدر يطرح وجهة نظره على طاولة نصل فيها الى حالة من التوافق، او على الاقل ان كل طرف يقدر يعرض وجهة نظره أمام الجميع بلا أي قيود ولا أي حساسيات ولا خطوط حمراء. بنتكلم في الإدارة المحلية لأن طبعا المحليات وما لها من قيمة كبيرة جدا، يمكن ده استحقاق دستوري هام جدا، يعني إحنا بننتظره بشكل كبير، لأنه طبعا أنت بتتحدث على وجهة المباشرة للدولة مع المواطنين. التعامل في خلال المحليات محدش يغفل طبعا قيمة المحليات والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة، فبالتالي وجود محور هام في المحور السياسي وموضوع هام متعلق بالمحليات، اعتقد ان ده ايضا شيء احنا بنثمنه من مجلس امناء الحوار الوطني، ان هم بيحطوا ايديهم على المواضيع المفصليه خصوصا في المحور السياسي.